بداية الفيديو خلونا ننتقل عبر السنين إلى فترة زمنية لا تقل عن 100 سنة. في هذيك الفترة كانوا أجدادنا مشغولين بالتفكير بالمستقبل وكيف الحياة راح تكون. على سبيل المثال كانوا يفكرون أنه بالمستقبل راح يكون في مباني طويلة وكثيرة وكبيرة، ولكن الصادم أنه بالفعل شيء هذا صار، عندنا مباني كبيرة في كل مكان. برضو أجدادنا كانوا يتوقعون أنه راح يكون في وسيلة تواصل سريعة جدا تخلي الناس تتواصل مع بعضها من بلدان مختلفة، واليوم فعلا صار عندنا الإنترنت اللي من خلاله أنت عزيزي المتابع يمديك تشوف مقاطع من أي مكان الكوكب. وبرضه توقعوا انه راح يصير عندنا اجهزه الكترونيه او روبوتات او ذكاء اصطناعي راح يسيطر على كل شيء، وبالفعل هذا الشيء صار. ايش ذكاء اصطناعي حيسيطر علينا؟ لا دقيقه، انا المفروض ما اكون مبسوط، المفروض اكون خايف. الفيديو اليوم يا جماعه الخير راح نجرب اغرب المواقع اللي تستخدم الذكاء الاصطناعي وبنشوف مع بعض هل هي مفيده ولا لا. اشتركوا بالقناه لو ما كنتم مشتركين، اضغطوا زر لايك اذا عجبكم الفيديو، وخلونا نشوف الموقع الاول. الموقع الاول اللي عندنا يا جماعه الخير يسوي لك اديت، يعني اي فيديو اديتور شغال في العالم قاعد يرتبك الان، هل انا بكمل فيديو اديتنج ولا لا؟ احنا تفشخنا. انا زحمل هذه الدرجه تطمن اول، لكن الموقع فكرته انه انت تكتب له اي كلام وهو يحول الكلام اللي انت كتبته الى فيديو. خلونا نجرب. عندنا هذه المقاله يا جماعه الخير صراحه من ارهب المقالات اللي قريتها بالانترنت. اليوتيوبر توبز من هو والمحتوى الخاص به واشهر الاغاني التي ظهر، اشهر الاغاني التي ظهر فيها كاتب مقال عن توبز مو تامر حسني. المهم هذا مو موضوعنا، راح ناخذ رابط هذه المقاله ونجي هنا نسوي لصق وخلاص. الان هو قاعد يشغل الذكاء الاصطناعي حقه، ها شوفوا جاب لي المقاله كامله. بعد ما جاب لي المقاله وحط لي اياها هنا انا اقدر اراجعها، اذا في تعديلات اقدر اعدلها، بعدها اضغط الى كونفيرت تو فيديو، تحويل الى فيديو. الان هو شو خلص، حتى والله ما بداني اتكلم. شوفوا يا اخوان سوولنا شرايح لخص فيها المقال، تخيلوا بعد هذا كله تيجي تضغط على بريفيو بس الفيديو عندك صار جاهز. اخذ المقال وحوله الى فيديو. وين الذكاء الاصطناعي عندنا من اول؟ خلاص الان ليش انا منتج ولا احد يمنتج لي ولا رجع على رجل وهو يمنتج؟ صح انه اللي عرضه كانه عرض باوربوينت تعرضه في الكلاس قدام الطلاب، ولكن جميل. صح انه في اغلاط كثير، يعني اكبر غلط لاحظته في هذا الموقع اللي المفروض يكون ذكي، ما اعرف كيف موقع يصير غبي، توقعت البشر بس اغبياء، لكن حتى المواقع شوف الصور اللي حاطها، يعني عرف توبز بنشر مقال. مين ذول اللي صار؟ انت قاعد تتكلم عن توبز، جايب لي واحد وزوجته حاط، ايش تبي؟ احترم خصوصيه الرجال. لتوبز الكثير من الانجازات، بوف حط لي سوق في ناس قاعد يتمشون. ما يصلح. فاز في مسابقه في لعبه فورتنايت سنه 2018 ضد 800 منافس وحصل على 10,000 ريال سعودي كجائزه. واحد المعلومه هذه كذب، ما ادري كيف جابها، ولكن انت قاعد تتكلم على فورتنايت، حاط لي الانتخابات الامريكيه ورا ليش؟ ما برجح نفسي لرئاسة امريكا ورب الكعبة. على العموم هذا كان الموقع الاول، واعطيه تقييم 3/10. نعطيك 3/10 لان اسمك موقع ذكي، احتراما للكلمة الذكي. بس خلونا ننتقل الموقع اللي بعده، وكل ما انتقلنا الى موقع اخر كل ما الموقع صار رهيب اكثر. تابع الفيديو الاخير. هذا الموقع يا جماعة الخير قسم بالله فكرته جامدة. هذا ايش فكرته؟ تحط صورتك وصورة واحد ثاني، انت مثلا استغفر الله وجهك مو عاجبك، طبعا انا قاعد امزح ما قاعد اقصد الكلام هذا من جد، وجهك مو عاجبك تجيب صوره وجه واحد ثاني وتبدل وجهك ووجهه، شيء غبي وغريب لكن راح اشوفهم مع بعض. على سبيل المثال يا اخوان جبنا صوره هنودي اوسم، اوكي الان هنا اقدر اجيب صوره وجه واحد ثاني واركبها على صوره هنودي، تطلع الصوره بنفس الخلفيه بنفس اللبس ولكن وجه مختلف. قعدت افكر صراحه احط صوره مين احط صوره مين، فكرت باكثر واحد هنودي يحبه ويعني كثير يسوي عنه فيديوهات يمدح فيها ويشكره على المحتوى اللي قاعد يسوي. راح نجيب صورة أنس الشايب، نعم كثير نفسي أشوف صراحة وجه أنس الشايب على رأس هنودي. ربي شيء غريب. الآن خلاص الذكاء الاصطناعي قاعد يسوي معالجة، جالس يعالج وجه أنس على رأس هنودي، شوف النتيجة كيف راح تطلع بالأخير. هلا وسهلا، وينك؟ قاعد تلعبون بادل؟ يلا جاي آخذ معكم جيم على السريع. ورب الكعبة يا اخوان طول بشكل مو طبيعي، انا من جد من جد صار لي 10 دقائق قاعد انتظر بس اركب نفس الشايب على راسه مهند، طول الموضوع بشكل مو طبيعي لدرجة اني نفسي ادخل الان الفوتوشوب اسويها بنفسي. اقول لك الروبوتات بتسيطر على البشر، اي تسيطر على البشر، خل تسيطر على راسه مهند اول بعدين تسيطر على البشر. اوكي يا اخوان اخيرا الصورة صارت جاهزة، نقول بسم الله 1 2 3. وات از ذس؟ والله شيء
والله شيء غريب. هذا هو دقيقة، هو يشبهون بعض ولا يعني بس احس ناقصه شنب؟ ها يصير ابو هند ما بقى له شيء. شفت كيف ابو هند عنده انس جايب طلقه؟ الله يصلحكم، بس خلونا نجرب صوره ثانيه. اوكي الان راح احط صوره افضل لاعب بالتاريخ كريستيانو رونالدو، سوي وراح اجرب اركب وجه الاسطوره. اجرب اركب وجه بحط وجهه على راس كريستيانو رونالدو. طبعا كريستيانو رونالدو لك الشرف، هذا واحد. اثنين لك الشرف برضو، هذا خلصين منها ثلاثه لك الشرف. خلونا نشوف النتيجة يا اخوان. تو جوتس، هل بيركبون على بعض ولا لا؟ طبعا كريستيانو رونالدو بنشوفه الان عنده خد، الله يعطيه الصحة والعافية. خبركم بعد ما جاء السعودية وعزيمة عزيمتين ثلاث عند ابو ناصر ابو ابراهيم، بيخدد الرجال ما يبيلها. خلونا نشوف تحمس والله. ايش هذا يا عمي؟ طيب يا عمي ليش خلاه حول؟ هذا ما بيسجل ولا جول، موسم صفري بيضيع الجول عارفين. يلا مو مشكلة خلنا نجرب صورة ثالثة حق الضحك. دابنا تكلمنا عن الكورة وسوالف هذا، راح احط محمد عدنان وراح اركب على محمد عدنان وجه عبد الله النعيمي. خلنا نشوف هل بيتغير تغير كبير ولا الامور طيب. اثنين هم محتوياتهم محتويات كورة، فالمفروض نفس الوجه مفروض كلهم كورة. على بالكم يعني وجههم بتصير مختلفة؟ لا تكلم منطق، هذا محتوى كورة هذا محتوى كورة. اوكي هذا شخص جديد، كأني شايف كذا ممثل لبناني كذا. والله غريب ها، ضبط التركيب. قالهم بيركبون على بعض، هذا محتوى كورة وهذا محتوى كورة. اوكي استمتعنا صراحة بهذا الموقع، نعطيه تقييم 1 من 10. لازم يستاهل الموقع تقييم 8 من 10. نشوف الموقع اللي بعده. الموقع اللي عندنا الان يا جماعه الخير اللي مسويه اتوقع شاف انه هو والله شيت الذكاء الاصطناعي قاعد يسيطر على الوضع. تدري كيف بسوي موقع؟ مو باستخدام الذكاء الاصطناعي، ابى اسوي موقع باستخدام الغباء الاصطناعي. موقع رب الكعبه غبي بشكل مو طبيعي. تدخل الموقع تقرا هذه الكلمات او يعني الجمل اللي ما منها اي معنى مفيد. طيب عبد الله شو المشكله؟ كلها تقريبا 5 جمل، صعدت الموضوع للدرجه هذه ليش؟ لا عايز متابعه، يا ليت 5 جمل. الموقع هذا كل ما نزلت تحت ما يخلص، مهما نزلت راح المحرك حقه يولد جمل اكثر ما منها اي فائده ولا معنى. كل ما نزلت كل ما زادت، كل ما نزلت كل ما زادت، ما يخلص هذا الموقع. مهما نزلت تحت، مهما حاولت انك توصل لنهايه الموقع، مستحيل. والله الموقع جدا غريب، واللي سواه ما ادري ايش قاعد يستفيد منه. ونجي على التقييم. الله كنت متحمس لتقييم هذا الموقع صراحه، لانه هذا الموقع راح ياخذ 0.10. يس تقييم خاص ترى، خاص هذا الموقع بس، لانه فكرته يعني تستاهل. عطونا الموقع اللي بعده. الموقع عندنا الان يا جماعه الخير، اول ما تدخل تلقى صوره هذا الرجل، ايش رايكم؟ تحسون من وين هذا الرجال؟ من اي بلد؟ فكر معي اصدمك، الرجل هذا غير موجود على قيد الحياه. اوف عبد الله حاطنا صوره ميت وتصنع منه محتوى غبي انت. لا هذا له ميت وله عايش، هذا كذا الكمبيوتر صانع يعني مجمع كيف اشرح لك؟ هذا الشخص مو موجود بالعالم، يعني على سبيل المثال تضغط هنا ريفرش يعطيك صورة واحد ثاني، طلع لك هذا الرجل، هذا الرجل ما هو موجود على الكرة الأرضية كاملة، شيء غريب. ما تقدر تحدد هنا، تختار الجنس، تختار العمر، خلونا نقول نبغى واحد عمره ما بين 19 25، العرق خلونا نقول من الميدل ايست من الشرق الأوسط، ونبحث الآن. شوف الآن راح يولد لنا صورة واحد ملامحه عربية زي ما تشوفون، وهذا الرجل ما هو موجود. تحسون الصورة تحسونها من جد حقيقية، يعني مصورها في مجلس بيتهم، ولكن هذا الرجل غير موجود على الكوكب. اسم الموقع اصلا This person does not exist، هذا الشخص غير موجود. خلونا ندور على واحد عمره فوق 50 سنة. خلنا نشوف شو بيطلع لنا. تفضل كذا تحس هذا مدرس رياضيات في مدرسة خاصة عندنا. بس هذا الرجل ما هو موجود. الموقع جدا جدا غريب والله، كثير غريب. سهل تقييم 7 من 10. عيون الدون بس ايش دخل؟ والله ما ادري بس يستاهل الدون، ايش دعوه؟ حرمتوه من كاس العالم، تبغوا تحرمونه من التقييم برضو. وصلنا للموقع الاخير يا جماعه الخير، وهذا ارهب موقع موجود معنا في حلقه اليوم. الموقع هذا فكرته يمديك تختار صوت اي واحد مشهور بالكوكب وتخليه يقول الكلام اللي هو يبغاه. موقع يخوف ولكن رهيب. على سبيل المثال انا كتبنا يا اخوان سبسكرايب تو توبز شانل، اشتركوا بقناه توبز، وبخلي 21 سافج يقولها. 21 بسم الله، اخترنا 21 سافج، نضغط هنا كونفرت، الان جالس يحول الجمله هذه في صوت 21 سافج. اوكي صار جاهز، خلونا نسمع. سبسكرايب تو توبز شانل. انا ما قلت شيء، 21 سافج اللي قال الكلام هذا. 21 عاد على طار 21 سافج والرابرز، تدرون امس كنت طالع متغدي مع دريك، مصدق اسمع دريك شو. I had lunch with tops yesterday. كذبني هذا دريك بنفسه قاعد يقول لك. الموقع يا اخوان مجاني، تخيلوا. في طبعا اشياء تدفع عليها فلوس، بس في اقسام كثير مجانيه، مثلا قسم بريكنج باد نقدر نسمع صوت والتر وايت افضل ممثل بالتاريخ. خلينا نسمع. بسم الله، 1 2 3. Lunch with Tops yesterday.
والله حقيقي يعني كأنه هو اللي قالها. I had lunch with Tux yesterday. عرفته بس قاعد يقولها بصوت كأنه سر قاعد يقول لخويه كذا بشوي. الله الله على أيام Breaking Bad. سبحان الله من بعد مسلسل Breaking Bad ما أتذكر شفت مسلسل وقلت واو. إلا شباب المنطقة. خلونا نسمع صوت ثاني. I had lunch with Top yesterday. هذا الجوكر يا اخوان، برضو الجوكر تغدى وياه، كلهم متغدين وياه، عازمهم كلهم. هذا القسم فيه اصوات شخصيات مارفل. خلونا نسمع صوت توني ستارك ايرون مان. بسم الله. I had lunch with Top yesterday. هذا مو مره مضبوط. I had lunch with Top yesterday. بس برضو تغدى وياه ايرون مان امس. عاد الله ياخذ بليزك بعد ما تغدينا امس نسيت ذراعك عندي هنا. بعد ما غسلت قلت بخليها تنشف عندك. نسيتها ورحت تاخذها. الزبده هذا كان الموقع الاخير اللي معنا. تقييم هذا الموقع صراحه 9/10 لانه 10/10 فقط هو انت عزيزي المتابع. المهم اضغطوا زر لايك اذا عجبكم الفيديو، اشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، وعلموني في الكومنتات لو تبغوني استكشف لكم مواقع AI ثانيه في الايام القادمه. اشوفكم على خير، مع السلامه.